مساء الخير، يا رب كلكم تكونوا كويسين وبألف خير. النهاردة هنحل تيست بنك شابتر 1، بس قبل ما نحل التيست هناخد شوية حاجات كده في النظر هي هتساعدنا في حل التيست. أول حاجة إن لازم نعرفها إن الأكاونتينج بروسيس، عملية المحاسبة، بتتكون من 3 خطوات. أول حاجة اسمها الايدنتيفيكيشن، وبعدين بتيجي مرحلة الريكوردينج، ورقم 3 كوميونيكيشن. يعني ايه عملية كوميونيكيشن؟ الشركة بتعمل عملية كوميونيكيشن يعني تواصل مع البارتز اللي بره، سواء او اليوزر، سواء الانترنال او الاكسترنال. الانترنال او الاكسترنال يوزر عن طريق القوائم المالية. ازاي؟ يعني مثلا لو الشركة راح تاخد كارت من البنك، ده البنك يعتبر external user، هنتعامل معاه خارج الشركة، تمام؟ فهتقدم له قوائم مالية عشان تقدر تسحب الكارت، لان لو البنك شاف ان liabilities اللي على الشركة كبيرة فمش هيقدر يسحب لها الكارت. طيب والinternal user زي الناس اللي بتشتغل جوه الشركة، زي مين؟ زي البريزيدنت بتاع الشركة، وزي الامبلويي الموظفين. لكن الاكسترنال يوزر زي الكاستمر والسبلاير والايجنت واليونيون ليبر، يعني اتحاد العمال، ده بنتعامل معاه بس بيكون بره الشركة. بعد كده بناخد ايه انواع الشركات. الكمباني ليها 3 انواع. اول نوع اسمه سول بروبريتور شيب. السول بروبريتور شيب يعني شركة فردية بتكون unlimited liability. يعني ايه unlimited liability؟ يعني شركة شخص واحد هو اللي بيقوم بيها. مثلا حتى عاوز يفتح مشروع كده صغير، مثلا هيعمل هيبيع على محل، مثلا هيبيع على عربية فول وطعمية في الشارع، تمام؟ هيجيب قدرة فول ويبيع في الشارع، ده عمل سول بروبريتور شيب، شركة فردية بتكون unlimited liability. ازاي؟ يعني مثلا لو جاء شوية مطرة بوظت الفول اللي في القدرة، تمام؟ اللي هيتحمل التكاليف هو ايه؟ هو صاحب البروبريتور شيب، صاحب الشركة الفردية دي، فيعتبر unlimited. يعني مسؤوليته بتكون غير محدودة، حصلت خسارة كبيرة هيتحملها، حصلت خسارة صغيرة هيتحملها برضه. بعد كده بتيجي البارتنر شيب. يعني ايه بارتنر شيب؟ شركة مكونة من اكتر من شخص، يعني شخصين، والشركة دي بتكون او بتتعمل انها بتهدف الى ان هي بتقدم منتجات خدمية. طيب رقم 3 هي الكوربوريشن. الكوربوريشن دي شركات المساهمة. يعني انا بعمل شركة بخلي الناس تحط اسهم فيها، وبشغلها بواسطة الستوك هولدرز، يعني حاملين الاسهم اللي هي الستوك هولدرز. والشركة دي بيكون ليميتد لايبيليتي، يعني المسؤولية بتاع الستوك هولدر بيكونوا ليميتد، ليه؟ هم حاطين فلوس في الشركة، فلو الشركة خسرت انا الستوك هولدر دول مش مسؤوليتهم ان هم يتحملوا الخسارة، لكن المسؤولية يتحمل الخسارة هو اللي فاتح الشركة او المانج اللي بيدير الشركة ورئيس مجلس الادارة بتاع الشركة، مش من مسؤولية الستوك هولدرز. فعشان كده بنقول ان هي limited liability، يعني مسؤوليتها بتكون محدودة. بعد كده بقول عندي حاجة اسمها CPA. CPA ده مكتب مراجعة قانونية، يعني لازم الشركة بتعين مراجع داخلي وخارجي. المراجع الداخلي بتعينه الشركة، وفي برضو مراجع خارجي لازم الشركة تعينه، او
الشركة لازم يبقى فيها مراجع خارجي يجي يراجع الحاجات اللي جوه الشركة، لأن ما بنكتفيش بالمراجع الداخلي. يعني ممكن المراجع الداخلي يتواطئ مع رئيس مجلس مثلا الإدارة بتاع الشركة ويقول مثلا اوكي انا لكل البالانس شيت عاملها صح والانكم ستمنت ما فيهاش اي غلط، لكن لما يجي مراجع خارجي بره الشركه ويجي يراجع هيراجع بضميره او بنفس اللي مكتوب، مش هيتواطأ مع حد جوه الشركه لان هو اصلا من بره الشركه، مش بيدفع له مرتب مثلا من جوه الشركه هيخاف لا يخسره. تمام. الاكسترنال اوديت ده بيعمل 3 حاجات، بيعمل تاكس ريسيرف او سيرفيس تاكس سيرفيس، يعني ممكن يراجع الضرايب اللي على الشركه بيشوف الشركه دفعت ولا لا، وبيعمل اوديت على الفاينانشال ستيتمنت بتاع الشركه، وبيعمل كمان عمليه كونسلتنج سيرفيس استشاره خدميه. تمام. يعني لو عاوزينه في استشاره فالاوديت بيعمل كونسلتنج سيرفيسز. طيب كده ده شوية نظري على شابتر 1. هنبتدي بقى نحل في التست بنك. التست بنك اول حاجة ترو اور فولس، هناخد النهاردة ال40 سؤال بتوع صح وغلط في الفيديو ده. السؤال الاول بيقول owners of a business firms are the only people who need accounting information. طبعا غلط، بيقولك ان الاونرز صحاب الفيرم الشركة هم الناس الوحيدين اللي بيعوزوا معلومات عن المعلومات المحاسبية عن الشركة. لا طبعا، احنا قلنا ان في مثلا يوزرز بره الشركة هنعوز ان احنا نديهم الفاينانشال ستيتمنت بتاعتنا، فالاجابة غلط. السؤال التاني بيقول transactions that can be measured in dollars and cents are recorded in the financial information system. صح. الترانساكشن بيقولك العمليات that can be measured اللي بتتقاس بالدولارز والسنتس are recorded بتتسجل في الفاينانشال انفورميشن سيستم. صح، لان في جمله بعديها بيقول ان في مش اي ترانزاكشن بتتسجل في الشركه، الترانزاكشن اللي اللي بتعتمد على الدولارز والسنتنس يعني اللي فيها قيمه نقديه هي اللي بتتسجل، لكن في ترانزاكشن ما بتتسجلش. زي ايه؟ زي الجمله رقم 3 بتقول the hiring of a new company president is an economic event recorded by the financial information system. دي غلط. ليه؟ لان احنا هنا لما نعين بريزنت نعين موظف في الشركه، ده حدث او ده ينفع نسجله في دفاتر الشركه؟ لا، لانه ما قاليش مثلا انا دفعت مرتب ب 5000، قال لي انا عينت موظف، فده مش ترانزاكشن بتتسجل في دفاتر الشركه، او مش هيعرف نعمل لها جورنال انتري مثلا. السؤال رقم 4 بيقول management of a business enterprise is the major external user of information. الإدارة بتاعت الشركة تعتبر external user؟ طبعا غلط، لأن إدارة الشركة دي internal user لأنها جوه الشركة. السؤال رقم 5 بيقول accounting communicates financial information about a business enterprise to both internal and external user. طبعا صح، لأن الأكاونتنج بيكوميونيكيت تتعامل مع الفاينانشال انفورميشن بواسطة الانترنال والاكسترنال، يعني الفاينانشال انفورميشن دي بيشوفها الانترنال والاكسترنال. إجابة صح. accounting information is used only by external user. طبعا غلط، من غير ما اكمل كمان الجملة، لأن الاكاونتنج انفورميشن دي بيستخدمها مش الاونلي اكسترنال بس، قلنا الاكسترنال والانترنال اللي جوه الشركة واللي بره الشركة. السؤال رقم 7 بيقول financial statements are the major means of communicating accounting information to interested bodies. الإجابة صح، لأن الفاينانشال statements are the major means of communicating، هي يعتبر الوسيلة اللي بنعمل بيها communicating مع البارتز اللي بره الشركة أو اللي جوه الشركة. رقم 8 بيقول bookkeeping and accounting are one and the same because the bookkeeping function includes the accounting process. طبعا الإجابة غلط. ليه؟ لأن البوككيبنج حاجة والأكاونت حاجة تانية. الأكاونتنج ده دي علم المحاسبة اللي هو شامل، لكن البوككيبنج ده بيشمل عملية الريكوردنج من الأكاونتنج بروسيس. مش احنا خدنا في الأكاونتنج بروسيس 3 خطوات، ان احنا بنعمل عملية ايدنتيفيكيشن وبعدين ريكوردنج وبعدين كوميونيكيشن. تمام. فالريكوردنج اللي هي تاني خطوة دي خطوة من عملية الأكاونتنج بروسيس كلها. تمام، فدي غير دي. سؤال رقم 9 بيقول the origins of accounting are attributed to Luca Pacioli a famous mathematician. طيب الأصول علم المحاسبة بترجع لعالم رياضي اسمه لوكا باتشيولي. تمام.
السؤال رقم 10 بيقول The study of accounting isn't useful for a business career unless your career objective is to become an accountant. طب يعني ايه؟ يعني دراسة علم المحاسبة مش مفيدة في البيزنس كارير في مجالك المهني الا اذا لو كنت محاسب. الاجابة غلط، لان انت مثلا لو دكتور علم المحاسبة هيفيدك، لو مدرس علم المحاسبة برضه هيفيدك. A working knowledge of accounting isn't relevant to a lawyer or an architect. طبعا الإجابة غلط، لأن معرفتك بالمحاسبة مش مفيد، بيقول لك مش مفيد لللوير للمحاسب المحامي قصدي والأرشتكت المهندس. طبعا غلط، لأنه مفيد لكل المجالات. السؤال رقم 12 بيقول A partnership must have more than one owner. البارتنرشيب يجب ان هي تكون تتكون من اكتر من شخص. الإجابة صح، بتتكون من شخصين، دي partnership، لأن السول بروبريتورشيب هي اللي بتتكون من شخص واحد. سؤال رقم 13 بيقول The economic entity assumption. الافتراض بتاع الايكونوميك انتيتي بيقول ايه؟ require that the activities الانشطة of an entity بتاع كيان be kept separate، لازم انها تكون منفصلة and distinct from the activities عن الانشطة اللي ال owner and all other economic entities، عن ال owner وكل الحاجات اللي بتتعمل جوه الشركة. طبعا صح، ليه؟ لان ال economic entity assumption ده قال ايه؟ ده قال مثلا ان في اكتيفيتيز بتتعمل جوه الشركه لازم تكون منفصله عن اللي صاحب الشركه بيعملها بره الشركه. يعني في انشطه مثلا بتتم جوه الشركه زي بيع البضاعه وشراء البضاعه، اخد قروض، مش عارف ايه، لكن بره الشركه مثلا انا اشتريت عربيه، فده حدث ما يتسجلش في الحسابات اللي جوه الشركه، لان ده حدث مفروض يبقى سيبريت منفصل عن الحاجات اللي بتتسجل جوه الشركه. ده حدث بره الشركه لازم نفصله عن الاحداث او الترانزاكشنز اللي بتحصل جوه الشركه. سؤال رقم 14 بيقول The monetary unit assumption. ده افتراض تاني بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا transaction that can be measured in terms of money should be recorded in the accounting record. زي ما قلنا في السؤال رقم 2 و 3 فوق، الترانزاكشن اللي بيتقاس بس بالفلوس او بالموني هو بس اللي بيتسجل في دفاتر الشركة، مش اي ترانزاكشن بتتسجل، يعني في ترانزاكشن ما بتكونش فيها فلوس فدي مش بنعرف نسجلها في دفاتر الشركة او مش بتتسجل. السؤال رقم 15 بيقول Accountants rely on a fundamental business concept ethical behavior. طبعا علم المحاسبة بيعتمد على الethical behavior، السلوك الأخلاقي. أي أصلا علم في الدنيا لازم يكون فيه سلوك أخلاقي. إجابة صح. السؤال رقم 16 بيقول The primary accounting a standard setting body in the United States is the International Accounting Standards Board. الإجابة غلط، لأن الـ primary accounting starter sitting body في الـ United States ما بتكونش International Accounting Standard Board، بتكون accounting standards sitting bodies، ما بتكونش standard board. سؤال رقم 17 بيقول The Financial Accounting Standard Board is a part of the Securities and Exchange Commission. الإجابة غلط، لأن الـ Financial Accounting Standard Board ده معناه اللي هو بتاع علم المحاسبة كله، مش جزء السكيورتيز والإكسشينج، لأن جزء السكيورتيز والإكسشينج اسمهم Financial Market and Accounting Standard Setting Bodies، مش Financial Accounting Standard Board. السؤال رقم 18 بيقول The Securities and Exchange Commission oversee Financial Market and Accounting Standard Setting Bodies. الإجابة صح، قلنا السكيورتيز والإكسشينج بنسميهم Accounting Standard Setting Bodies. سؤال رقم 19 بيقول The cost and fair market value of an assets are the same at the time of acquisition and in all subsequent periods. الإجابة غلط، ليه؟ في حاجة اسمها عندي cost value والfair value، ودي بتختلف عندي. الcost value دي القيمة بتاع التكلفة اللي أنا اشتريت بيها، يعني مثلا أنا اشتريت الأرض دلوقتي، أنا اشتريت حتة أرض دلوقتي ب100,000 جنيه، تمام؟ فهي قيمتها الكوست بتاعتها ب100,000 جنيه، فتتسجل في البالانس شيت والاسيت بقيمتها بتاعه الكوست اللي هي 100,000 جنيه. طيب بعد شويه او بعد اسبوع مثلا بقت قيمتها ب200,000 جنيه. طيب ال 200 الف جنيه دي اسمها فير ماركت فاليو او الفير فاليو او الماركت فاليو، تمام؟ دي القيمه السوقيه بتاعتها، يعني لو اتباعت دلوقتي هتتباع ب200,000 مش ب100,000، تمام؟
فالقيمة السوقية دي بتتسجل بس في حالات الستوك هولدرز، يعني لما يكون في حالات انفستمنت مع سيكيورتيز مع أسهم في الشركة دي بتتسجل بالفير ماركت فاليو، أو بنشوف قيمتها في السوق كام ونسجلها بيها. لكن لو حاجة نشتريها بتتسجل بالكوست في البالانس شيت أو في الأسيتس. فبيقول لي ان الكوست والفير ماركت فاليو دول القيمتين دول بيكونوا نفس القيمه في ايه، في وقت الشراء، يعني وقت اللي انت بتشتري فيه ده بيكون قيمتها اللي هي الكوست مثلا قيمه الارض ب 100,000، الكوست بتاعتها بتساوي قيمه الفير. ليه؟ لان ما عداش وقت فما لحقتش قيمه الارض مثلا تغلى او تقل، ففي نفس الوقت الكوست هتساوي الفير ماركت فاليو. هنا لو كان قالها لحد هنا كانت تبقى الإجابة صح، لكن هو كمل وقال and in the all subsequent period، طبعا الإجابة غلط، لأن لو عدى شوية وقت مثلا الفير فاليو هتبقى أعلى من الكوست. تمام. سؤال رقم 20 بيقول even so a partnership isn't a separate legal entity for account purpose the partnership affairs should be kept separate from the personal activities of the owners. دي شرحناها قبل كده، قلنا ان الافيرز او الحاجات اللي بتتعمل جوه الشركه لازم تكون سيبرت عن الترانزاكشن او الاكتيفيتيز اللي بتحصل بواسطه الاونر بره الشركه. السؤال رقم 21 بيقول in order to possess future service potential an asset must have physical substance. طبعا الاجابه غلط، بيقول ان الاسيتس بتكون فيزيكال، دايما تكون فيزيكال، يعني الاسس دي اللي بتمتلكها الشركه. ممكن الشركه بتمتلك اسس بس مش فيزيكال، مش ملموس. زي ايه؟ زي مثلا سمعه الشركه. لو عندي شركه مثلا سمعتها كويسه او سمعتها حلوه بتفرق جدا لو عندي شركه مش سمعتها حلوه. فالسمعه الكويسه مثلا دي تعتبر اسس للشركه بس مش فيزيكال، فمش كل الاسس فيزيكال. فالاجابه غلط. سؤال رقم 22 بيقول owners claims to total business assets take precedence over the claims of creditors because owners invest assets in the business and are liable for losses. بيقول لك ايه؟ ان الاونرز بتوع الشركه اصحاب الشركه دول بيطالبوا بالبيزنس اسيتس بتاعتهم، بالاسيتس بالاصول بتاعتهم، عشان هم اللي بيشغلوا الاسيتس في الشركه، غير او اعلى من الكليمز اوف كريديتورز، الناس اللي حاطه فلوس او اسهم في الشركه. طبعا الاجابه غلط، لان اصلا اصحاب الشركه بيبقوا الناس اللي حاطين فلوس في الشركه يشغلوها، زي لو عندي شركه مساهمه. تمام. فيعتبر الستوك هولدرز او الناس حاملين الاسهم اللي حاطين فلوسهم ومشارين اسهم دول يعتبر اسمهم كريديتورز، دول اصلا ليهم حقيقيه في الشركه اكتر من اصحاب الشركه نفسهم. سؤال رقم 23 بيقول the basic accounting equation states that an asset بتساوي liability. طبعا غلط، لان الاكاونتنج ايكويشن بتساوي ايه؟ assets بتساوي liability زائد الاونرز equity. سؤال رقم 24 بيقول accountants المحاسبين record both internal and external transactions، بيسجلوا الحاجات الترانزاكشن الداخليه والخارجيه بتاعت الشركه. طبعا الاجابه صح. سؤال رقم 25 بيقول internal transactions don't affect the basic accounting equation. طبعا الاجابه غلط من غير ما اقرا باقي الجمله، لان الانترنال ترانزاكشن الترانزاكشن الداخليه بتاع الشركه مش بتاثر على الاكاونتنج ايكويشن، لا طبعا بتاثر هي والاكسترنال ترانزاكشن. سؤال رقم 26 بيقول the purchase of store equipment for cash reduces assets and owner's equity by an equal amount. طبعا الاجابه غلط، لان البرشيز بتاع الايكويبمنت هتبقى مثلا من الايكويبمنت للكاش، فهنا الاسيتس اقل اللي هو الكاش، لكن الاونرز ايكويتي ما قلتش، مفيش هنا اونرز ايكويتي قلت. تمام. سؤال رقم 27 بيقول the purchase of office equipment on credit increases total assets and total liabilities. الاجابه صح، بيقول لك ان احنا نشتري الات equipment هتبقى من الايكويبمنت للاكونت بايبل اللي هنشتريها اون كريدت مش كاش، بيزود التوتال اسيت فعلا، الايكويبمنت زادت فالتوتال اسيتس زاد، وبيزود برضو التوتال الليبيليتي لان الاكاونت بيبل دي من الليبيليتي وتحطت في الكريدت يبقى زاد. السؤال رقم 28 بيقول the primary purpose of a statement of cash flow is to provide information about the cash receipt and cash payments of a company during a period. الإجابة صح. ليه؟ لأن في قائمة هناخدها بعد كده اسمها statement of cash flow، قائمة تدفق الدخل او قيمه قصدي تدفق الفلوس الكاش
قائمة التدفقات النقدية، تمام؟ دي بتشوف الكاش ريسيبت، الكاش اللي دخل الشركة والكاش اللي طلع من الشركة، وتقول الكاش بتاعي كام حاليا. السؤال رقم 29 بيقول Net income for the period is determined by subtracting total expense and drawings from total revenues. طبعا الإجابة غلط، لأن في النت income لما نيجي نحسب النت income بنقول التوتال ريفينيو ماينس التوتال اكسبنس، لكن مش بنطرح الدروينجز. سؤال رقم 30 بيقول The study of accounting will be useful only if a student is interested in working for a profit oriented business firm. طبعا الإجابة غلط، لأن دراستك لعلم المحاسبة نفسه مش هيفيدك، بس لو انت هتشتغل مثلا working for a profit oriented business firm، هتشتغل في شركات هادفة للربح، لأن علم المحاسبة هيفيدك لو انت برضو شغال في شركات غير هادفة للربح، وهناخدها بعد كده زي الشركات دي. سؤال رقم 31 بيقول Private accountants المحاسب الخاص or accountants هو محاسب who are not employees of business enterprise، مش معتبر موظف. طبعا الإجابة غلط، لأن هو موظف داخلي، فطبيعي يكون موظف employee في الشركة. سؤال رقم 32 بيقول Expressing an opinion as to the fairness of the information presented in financial statements is a service performed by CPA. طبعا الإجابة صح، لأن احنا قلنا CPA هو اللي بيعمل مراجعة أو بيعمل أو بيقول expressing، بيعبر عن رأيه بعدالة في الانفورميشن المقدمة اللي بتاع الفاينانشال ستيتمنت، تمام؟ فده كده بيعمل عملية مراجعة، ودي من وظيفة CPA اللي هو ايه؟ المراجعة. سؤال رقم 33 بيقول Identifying is the process of keeping a chronological diary of events measured in dollars and cents. طبعا الإجابة غلط، لأن أول عملية في الأكاونتنج بروسيس هي الIdentifying، مش بتسجل، لكن اللي بتسجل هي الريكوردنج. يعني بدل Identifying مفروض تبقى ريكوردنج، هي العملية اللي بتسجل الإيفنتس الأحداث أو الترانزاكشنز اللي بتحصل. سؤال رقم 34 بيقول Management consulting includes examining the financial statement، اللي بيعمل examining the financial statement للcompanies and expressing the opinion ده بفيرنس ديت يعتبر المانجمنت. لا، ده السي بي اي، دي عمليه المراجعه، المدير مش بيراجع، تمام؟ لكن المراجع اللي هو السي بي اي هو اللي بيراجع الفاينانشال ستيتمنت بتاع الشركه. سؤال رقم 35 بيقول accountants don't have to worry about issue of ethics. طبعا غلط، لان الاكاونتنتس المحاسبين لازم يكونوا عندهم ethics او يهتموا بالethics بالاخلاق. السؤال رقم 36 بيقول At the time an asset is acquired, cost and fair value should be the same. في وقت الشراء ال cost وال fair value بيساوي بعض. طبعا الإجابة صح، قلناها قبل كده. السؤال رقم 37 بيقول The monetary unit assumption، الافتراض بتاع المونيتري كان بيقول إن all dollars amount be rounded to the nearest dollars. طبعا غلط، لأن المونيتري لو فاكرين كنا بنقول إن المونيتري assumption ده بيقول إيه أو بيفترض إيه، بيقول ان الترانزاكشن اللي فيها دولارز هي اللي بتتسجل، لكن الترانزاكشن اللي مش بتعتمد على قيمه نقديه مش بتتسجل في الشركه. لكن هنا بيقول ان الدولارز بنقربه لاقرب، لو في دولارز وسنت مثلا، يعني مثلا لو انا عندي بقول ان انا اشتريت حاجه ب 5000 مثلا 950، دي مثلا بقربها اقول ان انا اشتريتها ب 6000. طيب المونيتري يونت اصلا مش بيقول كده، مش بيقول ان احنا بنقرب الارقام، فدي اجابه غلط. سؤال رقم 38 بيقول The basic accounting equation is in balance when the creditor and ownership claims against the business equals the asset. طبعا الإجابة صح، لأن الأسيت هتساوي الكريديتور اللي هو الليبيليتي زائد الأونرشيب أو الأونر إيكويتي. External transactions involve economic events between the company and some other enterprise or part. الإجابة صح، لأن الترانزاكشن اللي بتحصل في الشركة أو الايفنت بتتسجل ما بين الكومباني و سام اذر بارتيز، الناس او الـ او البارتيز او الحاجات اللي بره الشركه او زي اليوزر اللي بره الشركه. In the owner's equity statement revenue are listed first followed by expense and net income. طبعا السؤال رقم 40 غلط، ليه؟ لان دي مش الاونرز ايكويتي ستيتمنت، دي يعتبر الانكم ستيتمنت، هي اللي بتسجل الريفينيو ماينس الاكسبنس تديني النت انكم، مش الاونرز ايكويتي ستيتمنت. كده خلصنا ال 40 سؤال بتوع صح وغلط.
شكرا جدا، اشوفكم الفيديو الجاي.